بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع. رب تكونوا بخير. في الأول بشكر كل من بتابع قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع، واللي بيشوفنا الأول مرة مينساش يفعل الجرس ويشترك في القناة عشان يوصله كل ما هو جديد. معنا الوحدة الثانية اللي هي بتتكلم على My Network. معنا أول درس، الدرس الأول والثاني. معنا صفحة مين يا شباب؟ صفحة 60. ركز معنا. choose the correct answer، اختر إجابة صحيحة. the bride، العروس، and the groom، والعريس، should not marriage، contract اللي هو عقد من الزواج، to marry لكي يتزوج، celebrate يحتفلوا، hug يعني يعانق، sign يوقع، suggest يقترح، sign. اللي بعد كده the knot looked beautiful، يبدو جميلا، in her wedding dress، في حفل مين؟ في فستان الأبيض، bride العروس، bride يعني الفخر، groom العريس، contract ده مين؟ عقد الزواج، bride. اللي بعده dad الأب usual عادة has fish، بيتناول سمك، and rice والأرز، at this في هذا، service الخدمة، window النافذة، الريستورانت المطعم، event حدث ريستورانت. اللي بعده فريدس فريندس أصدقاء فريدة، gave her ادالها lots of الكثير من النقط، for her birthday لعيد ميلادها، she was amazing كانت مذهلة جدا، relatives أقاربها، gifts اللي هو الهدايا، contracts اللي هو العقد، كلمة windows النافذة يبقى gifts. اللي بعده The little boy الولد الصغير asked his father طلب من أبوه نقط some money بعض المال to buy لكي يشتري sweets حلوة. تمام، فكلمة asked بيجي معايا يا شباب ask for يسأل أو يطلب. بعد كده in my opinion في رأيي happiness السعادة means معناها to have a strong إن أنت يكون لديك قوي of family للعائلة and friends routine routine network شبكة شاضل اللي هو مين الجدول جوب وظيفة نتورك. اللي بعده we invited نحن دعينا all our not to my grandma's birthday عيد ميلاد جدتي party services خدمات relatives الأقارب كلمة messages رسائل windows النافذة relatives. النقطة اللي بعد كده Our not enjoyed استمتع the dinner بالعشاء my mom أمي made التي صنعته أمي gifts الهدايا events الأحداث meals الوجبات guests الضيوف guests. اللي بعده the wedding حفل الزفاف will not place on Thursday يوم الخميس I am sure أنا متأكد it will be amazing سوف يكون مذهلا have لديه وعنده go يذهب take يصنع get يعني يحصل على. خلي بالك من كلمة place. تمام، يبقى كلمة take place على بعضها كده بمعنى يحدث take place. بعد كده بشرة بوت اشترت a beautiful نقط نيكلاس عقد مين it was expensive كان غالي الثمن يبقى جولد ذهبي بلاستيك كلوز من القماش وود من الخشب يبقى جولد. اللي بعده the نقط included بيشتمل على سلطة فتة and meat ولحمة it was delicious كان لذيذة the paper الورق meal الوجبة serve الخدمة event حدث يبقى meal وجبة. بعد كده يا شباب we saw رأينا mini toys الكثير من الألعاب in the shop في إيه المحل services خدمات photos الصور gifts الهدايا windows اللي هي الباترينة بتاعت المحل windows. بعد كده باتول يجول عادة not with her friends مع أصدقائها at the club في النادي comes to تأتي إلى talks to يتكلم مع meets up تتقابل pick up يلتقط meets up. اللي بعده they wore هم ارتدوا not clothes الملابس نهي for the wedding لحفل الزفاف their clothes ملابسهم weren't modern ليست حديثة traditional تقليدية delicious لذيذة whole كل large كبير traditional. بعد كده to be the adjective to get the adjective لكي تحصل على الصفة from the word كلمة tradition اللي هي عادة we add بنضيف suffix يعني suffix يا شباب الملحق نحط ايه في الاخر كلمة tradition عشان نجيب منها مين
الصفة يبقى traditional اللي هي ال AL. بعد كده معانا صفحة كام؟ صفحة 61. بيقول لك choose the correct answer، اختر إجابة صحيحة. Anod is a person شخص who takes photos، بيلتقط الصور. The bride اللي هو العروس، photographer اللي هو المصور، groom العريس، cook الطباخ، photographer. اللي بعده my aunts عمتي عمامي and uncles اللي بيعيشوا a long way مسافة بعيدة not us عننا. We see them بنشوفهم once a year مرة في العام. بخلي بالك كلمة leave أو كلمة away فيجي معاها from. هسيب لحضراتكم برضو في صندوق الوصف شرح الـ prepositions وحروف الجر والـ expressions اللي موجودة في الدرس الأول والدرس الثاني، ممكن ترجع لها. بعد كده you should sign، لازم توقع على the not فرس الأول to get the job لكي تحصل على الوظيفة. message رسالة، reception اللي هي مين صالت الصالت مين الاستقبال، contract العقد والاتفاق، media اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي contract. بعد كده the wedding cake اللي هي كيكة المين الزفاف is something شيء ما نوع said people الناس eat بيأكلوه at the wedding في حفل الزفاف. salty مالح، sweet حلو، long طويل، تيني ضئيل وقصير، sweet حلو. اللي بعده all people كل الناس wanted أرادوا to not photographs الصور الفوتوغرافية with the bride مع العروس and the groom والعريس. take يأخذ، sign يوقع، do يفعل، make يصنع، يبقى take photographs. بعد كده the bride العروس سالي and the not أحمد arrived وصلوا at 7 p.m. الساعة 7. سيرف الخدمة، relative الأقارب، جروم العريس، جيست الضيف، جروم. اللي بعده the wedding حفل الزفاف not is a special outfit يعني outfit زي خاص that woman المرأة wears بترتدي at the her wedding في حفل زفافها. dress الفستان، كيك الكعكة، reception صالة المين الاستقبال، guest الضيف، يبقى dress. بعد كده my uncle my cousin ابن عمي بنت عمي نوال got married تزوجت نقط نبيل تزوجت من يبقى كلمة get married to. بعد كده the whole family كل العائلة members أعضائها came at to not my birthday حفلة عيد ميلادي. laugh يرحقهم، suggest يقترحهم، celebrate يحتفلهم، hug يعانقهم، celebrate. بعد كده the wedding حفل الزفاف نقط was really حقا beautiful جميل. All the guests كل الضيوف were happy كانوا سعداء. سينما السينما، media لوسائل التواصل الاجتماعي، contract عقد الاتفاق، serve الخدمة serve. بعد كده the bride العروس wore ارتدت gold necklace العقد الذهبي and not they were amazing كانوا مذهلين. bracelets اللي هي الأسورة، guests الضيوف، relatives الأقارب، messages الرسائل، يبقى bracelets. بعد كده النقطة اللي بعد كده يا شباب when the party عندما الحفلة started بدأت it was time كان الوقت نقاط some fun بعض المتعة. خلي بالك it's a time ايه for حان وقت مين بعض المرح والمتعة. بعد كده the bride العروس and the groom والعريس cut the wedding قطعوا إلى حفل الزفاف and all guests كل الضيوف clapped سقفوا for them contract عقد الزفاف وعقد الاتفاق cake التورتة A reception كلمة serve يبقى cake. بعد كده I was not next to the bride بجوار مين العروس in the photo في الصورة meeting أقابل sailing يبيع standing يقف drawing يرسم يبقى standing يقف. بعد كده حضراتكم معانا صفحة كام؟ 63. عندنا choose على الجرامر. الجرامر اللي كان مقبول في الجزء ده بيتكلم على محددات مين الملكية اللي هي أبوستروف اس الملكية ومعها صفات الملكية my و his و her و your و our و their و its. معنا أول سؤال lean goes ذهبت to school للمدرسة with not brother. خلي بالك lean هنا اللي هي she فصفة الملكية بتاعتها طبعا هتبقى her. بعد كده I love بحب not parents والدي they love me بيحبوني too أيضا. خلي بالك هنا الفاعل هنا I فصفة الملكية بتاعتها my. بعد كده
علي and Hannah are very happy. سعداء جدا with not new toys. بالألعاب بتاعتهم. خلي بالك إن علي وهنا دول اتنين يبقى عندنا الضمير بتاعهم زي. فأكيد الصفة بتاعتهم تبقى there. الصفة الملكية. اللي في هنا اسم. بعد كده سالم and I took guitars and started بدأوا to play يلعبوا on them. عليها they belong to us. هما ينتموا إليهم. ما تتخلعش وتقول لي سالم and I دول اتنين يبقى زي. لا. إذا جاب لك اسم مع I فالضمير بتاعهم هو we. فهنستخدم هنا صفة الملكية بتاعتها our. بعد كده what's your teacher's name؟ ما اسم المدرس بتاعك؟ not name is Mr. وليد. مستر وليد ده اللي هو he. تمام؟ فأكيد الصفة الملكية بتاعته هتبقى his. بعد كده يا شباب that's not watch. الساعة دي my grandpa daddy gave it to me. فهنا me يعني I. فهنا الضمير أكيد بتاعه هيبقى I. طب صفة الملكية بتاعته هتبقى my. بعد كده I like my cat. أنا أحب القطة بتاعتي and not eyes. وعيناه. خلي بالك هنا القطة دي غير عاقل ولا عاقل؟ غير عاقل. فالمفروض الضمير الفعل بتاعها it. فصفة الملكية بتاعتها it's. بعد كده this is Sarah's hat. هذه قبعة سارة. It's not hat. وهذه قبعتك أنت تبقى. خلي بالك هنا this is Sarah's hat. دي قبعة مين؟ سارة. تمام؟ سارة اللي هي she. يبقى عندنا الضمير بتاعها she. طب صفة الملكية بتاعتها hers. بعد كده not favorite sport. رياضتك المفضلة is tennis. You like it. انت بتحبها so much. عندنا هنا الفاعل you يا شباب. يبقى أكيد صفة الملكية بتاعته your. بعد كده do you have not ticket with you. خلي بالك عندنا الفاعل you يبقى صفة الملكية بتاعتها your. بعد كده يا شباب معانا السؤال الثاني complete the sentence. كمل الجمل دي بالشكل الصحيح لما بين الأقواس. We can't use. لا نستطيع أن نستخدم mobile phones in class. خلي بالك عندنا هنا الفاعل we يبقى صفة الملكية بتاعته تبقى our. وهنا الاسم بتاعه لأن our صفة الملكية لازم يجي وراها الاسم الموصوف. بعد كده مايا and سارة like not house. خلي بالك من مايا وسارة دول اتنين يبقى الضمير الفاعل بتاعهم زي. وطالما الضمير الفاعل بتاعهم زي يبقى صفة الملكية بتاعتهم theirs. بعد كده I have mobile phone but ولكن I don't like. لا أحب نوع color. لا أحب لونه. خلي بالك هنا بيتكلم على الموبايل وليس I. فالموبايل ده غير عاقل. تمام؟ يبقى صفة الملكية بتاعته it. تبقى it's. بعد كده my sister أختي and I do not homework together. قلتك من شوية خلي بالك إن لو جاب لك I مع مع مين؟ مع اسم فهيبقى الضمير بتاعنا we. وطالما we يبقى صفة الملكية بتاعتهم our. بعد كده what's not name it's سعيد. ما اسمه يبقى كلمة you تبقى your. بعد كده where is نبيل from. أين يكون نبيل؟ he is from جيزة. ومن جيزة and not bride. وعروسته هو. طالما هو يبقى صفة الملكية بتاعته his. بعد كده يا شباب معنا صفحة كام؟ 65. برضو الجزء الثاني من الجرامر بيتكلم على أبوستروف إس الملكية. Choose a correct answer. اختر إجابة صحيحة. This is my not bike. He likes it. هو بيحبها. فخلي بالك إن هنا هي. هي يبقى هو براذر واحد. فهنحط له أبوستروف إس الملكية. يبقى brothers. بعد كده these are the not box. Give them. أعطوا لهم their box. خلي بالك من كلمة them. them هنا بتقول إن هم جامعة. طالما جامعة يبقى نحط لها بس فقط أبوستروف يبقى boys. بعد كده not hair is very long. تمام؟ فهنا عايز نحط أبوستروف اس الملكية. أنس ده آخر اس. في طريقتين. لو في عندك أبوستروف اس تمام صح؟ لأن الاس هي أصل الكلمة. ولو عندكش أبوستروف اس أبوستروف بس صح تبقى أنس. بعد كده your sister أخواتك share بيشاركوا bedroom. Your not bedroom is quite big. خلي بالك هنا من your sisters أخواتك. تمام؟ فهنا جامع هنا. تمام؟ فهنا هنستخدم اللي هو الجامع تبقى sisters اللي أخرها أبوستروف بس. اللي هي دي.
بعد كده مصباح has got a new phone. لديه موبايل جديد. Not new phone is very cheap. رخيص جدا. يبقى بتاع مصباح. بنحط له أبوستروف اس الملكية. بعد كده يا شباب بيقول لك elephants الأفيلة have got لديها ears أذنان. Not ears are very big. هو بيتكلم هنا على الأفيلة بوجه عام. طالما هي نجم يبقى نحط لها أبوستروف اس ولا أبوستروف بس؟ أبوستروف بس. يبقى elephants. اللي بعده my not names are فاطمة and أميرة. دول اتنين. تمام؟ and هدير وكمان معاهم هدير. تمام؟ يبقى دي جامع. وطالما جامع يبقى نحط لها بس فقط أبوستروف. تبقى friends. You can find تستطيع أن تجد not clothes ملابس on the fourth floor. في الطابق الرابع of the shop للمحل. خلي بالك هنا كلمة من الرجال. من الرجال دي هي جامعة بس مفيش آخرها اس. يبقى هنا نحط لها بس أبوستروف اس تبقى مينز. بعد كده I have a good book لدي كتاب جيد. The not page صفحاته are yellow. فهنا كلمة good book كتاب جيد. وهنا ايه مفرد ولا جامع؟ مفرد. وطالما مفرد ما تقولش بقى نحط له أبوستروف اس. ليه؟ لأن الجماد ما ينفعش نضيف له أبوستروف اس الملكية. نقول the book pages. بعد كده this is not room. هذه حجرة مين؟ الأطفال. الأطفال جامع. فما تقوليش بقى نحط لها أبوستروف بس. لا هي جامع بس جامع شاذ ما ينفعش نحط له اس. فهنستخدم أبوستروف اس تبقى children's. بعد كده معانا السؤال التاني complete the sentence. كمل الجمل دي بالشكل الصحيح. The not names أسمائهم were printed طبعت on cards على البطاقات. فهو جايب لي هنا كلمة جستس. جستس الضيوف دي جامع ولا مفرد؟ جامع. طالما جامع وآخرها اس يبقى نحط لها بس أبوستروف. بعد كده the policeman رجل الشرطة wrote down سجله the not names أسماء النساء. النساء دي جامع بس جامع مفيش في آخره اس يبقى نحط له يا شباب أبوستروف اس الملكية تبقى women's. The park الحديقة is near my not house بجوار مين؟ منزل عمي. عمي أنكل ومفيش في آخره اس يبقى نحط له أبوستروف اس. Our not name is مريم. مريم دي مفرد. تمام؟ تبقى daughter ولا daughters؟ daughters بس هنحط لها أبوستروف اس الملكية. بعد كده his not family is from Luxor. مين العروس؟ يبقى brides. نحط لها أبوستروف اس. Not Suzanne and Zainab school is all. They are at the same school. هم في نفس المدرسة. تمام؟ فهنا هنحط أبوستروف اس الملكية لآخر واحدة فيهم مش في الأول. لو أنا حطيت الأبوستروف اس لسوزان وأبوستروف اس لزينب دي معناها لكل مدرسة على حدة. يبقى هنا سوزانز سوزان and زينبز. بعد كده يا شباب معانا صفحة كام؟ 66. عندنا جزء بيتكلم على speaking exercise. Complete the following line. كمل هذه المحادثة. لازم قلت زي ما قلت لحضراتكم لازم تقرأ الجملة اللي هي الجملة الافتتاحية اللي موجودة عندك بالخط الأسود التقيل ده عشان تقدر تحل المحادثة كويس. رؤى أند بسملة آر بلانينج بيخططوا تو جو إن هم يذهبوا تو ذا سينما إلى السينما. فرؤى بتقول Would you like to meet up tomorrow؟ تحب نتقابل بكرة؟ قالت لها شور بالتأكيد. سألتها سؤال قالت لها at 6 p.m. الساعة الثالثة. يبقى الوقت اللي انت تحبيه امتى؟ يبقى نقول what time would you like to meet up. الوقت اللي انت تحبي نتقابل فيه امتى؟ قالت لها بكرة الساعة 6. سألت سؤال قالت لها I'd like to go to the cinema. انا احب اذهب الى السينما. يبقى اين تستطيع ان تذهبي او المكان اللي تحبي نذهب فيه ايه؟ يبقى وير وود. خلي بالك ان هنا جبت وود عشان عند ابوستروف اس الابوستروف دي اهي تحت شباب اللي هي وود. يبقى وير وود وحول الاي دي الى ايه؟ يو لايك تو جو. بعد كده قالت لها سؤال قالت لها يس اي هاف تايم عندي وقت تو جو لكي اذهب الى الشوبينج التسوق افتر سينما. نشطب يس وعندي هاف دي ما تقدريش اقدمها قدام لانها مش فعل اساسي. تمام؟ هنا مش فعل مساعد. هي فينا فعل مساعد مين؟ أساسي. الفعل الأساسي بستخدم معاه do. يبقى do you
have time نكمل باقي الجملة time to go shopping after that بعد كده قالت لها جملة بس خلي بالك آخرها exclamation mark علامة التعجب يبقى هنا عايز يقول جملة قالت لها what a snack يا لها من وجبة خفيفة could we have at the cinema كانت بتقول لها that sounds great that sounds great بعد كده تقول لها what a snack ما هي الوجبة تقول لها أي وجبة we could have some chips بعد كده يا شباب معانا صفحة كام 68 اللي هو التست على listen 1 و listen 2 في الوحدة التانية السؤال الأولاني listen اسمع and choose the correct answer حاول تسمع مني كده وتشوف الإجابات دي فين the wedding was last weekend انت سمعت last weekend There were many guests. انت سمعت many. There were all members of the family. انت سمعت all. بعد كده they took photos with the bride and the groom. يبقى A و B. بعد كده معانا السؤال الثاني complete the following dialogue كمل هذه المحادثة save is telling علا بيخبر علا about her sister's wedding حفل زفاف أخته last week الأسبوع الماضي فعلا بتقول له hi save how are you كيف حالك هيرد عليها ويقول لها بخير I am fine thanks I am fine thanks my sister got married أختي تزوجت last week الأسبوع الماضي قالت له That's great. ذلك عظيم. How was the wedding? كيف كان حفل الزفاف؟ هيقول لها It was برضو great. كان حفل عظيم. رجع قالت له سؤال. قال لها Yes, I had a lot of fun. كان لدينا الكثير من المرح. نشطب Yes. هدي يا شباب. ده في الماضي. يبقى الفعل المساعد معانا did. أحول الآي إلى you ورجع هدي الأصلها have. يبقى did you have fun بعد كده سألته سؤال قال لها she wore هي ارتدت beautiful dress فستان جميل يبقى ماذا كانت ترتدي يبقى what هنشطب تحت beautiful dress word في زمن الماضي فالفعل المساعد معانا طبعا هيبقى did بالفعل she والفعل هنا رجع لأصله wear بعد كده she wore ارتدت gold necklace عقد ذهبي and bracelets وأساور to item Did you take any photos? هل أنت التقطت أي صورة؟ هيقول لها Yes, I did. نعم بالفعل. بعد كده حضراتكم معانا السؤال رقم 3. Read and complete. اقرأ وكمل the text النص with the words من خلال الكلمات اللي موجودة في الليست. عندك كلمات زي hair و bride و him و cake و guests. يقول لك last Thursday يوم الخميس الماضي I went to ذهبت إلى wedding party حفل زفاف. The knot wore ارتدت beautiful white dress يبقى ده مين البرايد العروس Many knot came at to the wedding حفل الزفاف ده مين الضيوف يبقى guests And like أحبوا الفستان بتاعها يبقى hair wedding dress Very much People الناس danced رقصوا and had fun The best part of the goes was the wedding and a zifaf cake. بعد كده choose the correct answer. اختر إجابة صحيحة. She wore her ارتدت a silver knot on her hand. في إيدها جلابية ولا دريس فستان ولا bracelet أسورة ولا نقطة عقد. يبقى bracelet. بعد كده آية choose اختارت a colorful a ملون for the party لحفل الزفاف. كونتراك عقد الزفاف. Outfit اللي هو فستان مناسب للأشياء المناسبة ولا فوتوغرافر الصورة المصور ولا relative the outfit بعد كده يا شباب معانا صفحة كام 69
و60. بيقول لك ذا برايد العروس اند ذا جروم والعريس وير اكسايتد، كانوا متحمسين جدا تو سايد ان هم بيوقعوا ذا كونتراك عقد الاتفاق. ريسبشن اللي هو مين صاله المين الاستقبال، ويدنج حفل الزفاف، سينما كونتراك. بعد كده ذا ريستورانت المطعم نقط ووز فيري جود، كان جيد جدا. زي بريبيرد جهزوا زفور الطعام افتر 10 مينتس بعد 10 دقائق، يبقى اكيد اوت فيت اللي هو الاشياء اللي هو الملابس اللي هي ذول الاشياء الخاصه، ولا النيتورك اللي هي الشبكه، ولا ويلنج حبل الزفاف، ولا سيرفيس الخدمه سيرفيس. هي لايكس هو بيحب تو بوست ان ويرسل فيديوز اون سوشيال نوع كونتراك عقد الاتفاق ريسبشن ولا ميديا ولا ويلنج، يبقى سوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي. We were bored، نحن نشعر بالملل. So my friends أصدقائنا نقعد that we read نقرأ أبو كتاب. Celebrate نحتفل. Suggest اقترحهم. حاجد عانقوا. Sign وقعوا. يبقى suggested. بعد كده مام الأم يجول عادة نقعد me before I went to school، قبل ما أذهب إلى المدرسة. حاجد تعانق. Love تضحك. Enjoy تستمتع. Sign توقع. تبقى حاجد. اللي بعده these are May and Rida، دي May ورضا، and that's not daughter، ودي بنتهم مين سما. هنستخدم من دول خلي بالك دول اتنين May ورضا، يبقى الضمير الفاعل بتاعهم زي، فصفة الملكية بتاعتها there. بعد كده not picture is this، ملك من هذه الصورة اللي هي السؤال بمين who's ملك من أو لمن. بعد كده not the new car، السيارة الجديدة is expensive، دي سيارة ليلى. ليلى دي ما فيش آخرها S، فنحط لها أبوستروف S الملكية تبقى ليلاز. بعد كده كومبليت كمل بالشكل الصحيح لما بين الأقواس. Not reading is next Sunday، يوم الأحد القادم. فهنا هنحط أبوستروف S الملكية لمين؟ لآخر S، تبقى نهى and Sam's. بعد كده the computer، الكمبيوتر ده belongs ينتمي إلى سارة. It's not، إنه ملك سارة. سارة دي ما فيش آخرها S، يبقى نحط لها أبوستروف S تبقى سارز. I have لدي two children طفلين and not names، أسميهم are Rose and Mary، طالما دول جمع يبقى صفة الملكية بتاعتهم زير، لأن ده two children وهنا اسمين. سالم's mother أم سالم leaves بتعيش in a village في قرية، منزلها اللي هي هي تبقى هيرش. والدرس الرابع معانا أول صفحة، صفحة 75، بيقولك choose the correct answer، اختر إجابة صحيحة. أكرم likes بيحب to ride إنه يركب، he's not to work إلى العمل. apartment شقة، motorbike الدراجة البخارية اللي هي الموتوسيكل، laptop اللابتوب، remote control اللي هو remote control تبقى motorbike. اللي بعده احمد بايز بيشتري اونلاين فروم، بيشتري عبر الانترنت فروم نوت ويب سايت من الموقع نو تو بي سيف، لكي يكون في امان. باد سيء، ديس اونست غير امين، ويل ناون معروف، ان ناون غير معروف، ويل ناون. اللي بعده ماي نوت اوف بيرث للميلاد از اون اكتوبر، في اكتوبر 11 اكتوبر 2012. اسمه بيرسون شخص، ولا ديت تاريخ، ولا ادرس عنوان، ولا ويب سايت موقع على الانترنت. ديت اوف بيرث اللي هو تاريخ الميلاد. بعد كده ماي فادر ابي هاز ا بانك، لدي اي بانك تو سيف ماني لكي يدخر به ماله. رول قاعده، تايتل عنوان، كلمه اكاونت حساب، ادرس عنوان اكاونت. بعد كده يا شباب the art الفن show بيظهرنا is the school المدرسة not today. hall صال أو البهو، is control هو التحكم، hall حفرة، كلمة intercom يبقى كلمة hall. اللي بعده my grandpa's car سيارة جدي is very old قديمة جدا، ولكن it is still ما زالت in good بإيه جيد، safety بأمان، condition في حالة جيدة، information معلومات، furniture أساس يبقى condition. اللي بعده
منال asked the waiter طلبت من الجرسون to not hear a cup of coffee فنجان من القهوة feel يطعم fly يطير فيتش يحضر لها show يظهر فيتش اللي بعده my mom أمي بوت اشترت نيو نوار for the living room لحجرة المعيشة last month الشهر الماضي rules قواعد وقوانين information معلومات profile اللي هو الملف الشخصي furniture أساس furniture اللي بعده the not rules القواعد نهي for driving للقيادة are wearing ان انت ترتدي your seat belt الحزام الأمان and not using ولا تستخدم الفون الهاتف بتاعك safe يعني وفر ويدخر address عنوان safety الأمان condition حالة safety النقطة اللي بعد كده My not is famous مشهور جدا for its tall buildings للمباني الطويلة بتاعته hometown اللي هو مسقط الرأس أو اللي هي المدينة الأم website موقع على الإنترنت rule قاعدة apartment شقة hometown النقطة اللي بعد كده يا شباب My sister أختي updated يعني حدثت her not on Facebook على الفيسبوك personal يعني شخصي ولا بروفايل اللي هو مين الملف الشخصي ولا سايت موقع أثري ولا accommodation اللي هي الإقامة يبقى بروفايل بعد كده we decided قررنا to not skiing التزلق next weekend في نهاية الأسبوع الماضي الأسبوع القادم آسف إيه اللي بيجي من الرياضات وآخرها ING كلمة go يبقى كلمة go يا شباب بيجي وراها رياضة آخرها ING أما دو بتيجي مع الألعاب العنيفة زي الكاراتيه والجودو بعد كده يشير ينبغي عليك be careful تكون حذر when you know your personal information معلوماتك الشخصية buzz اللي هو الطنين carry يحمل share يشارك teach يحضر share يشارك بعد كده it's better من الأفضل not follow إن أنت تتبع rules القواعد when you buy عندما تشتري something شيء ما online عبر الإنترنت خلي بالك it's better إيه It's better too. بعد كده the north is full of مليء بـ green fields الحقول الخضراء and the trees والأشجار. Countryside the reef apartment الشقة كلمة بنا اللي هي الألواح الشمسية موتور بايك الدراجة البخارية يبقى countryside. بعد كده معانا حضراتكم صفحة كام 76 نفس الكلام بيقولك choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة It's fun إنه من المتعة To not with my family مع عائلتي In the summer في الصيف We usually عادة go بالنسب إلى different parks إلى حدائق مختلفة كلمة look out يعني يبحث عن Take out يخرج للتنزه الكلمة take out يعني يخرج Hang out يخرج ويتكسح Watch out يعني watch out يعني يحترس يبقى hang out يخرج للتنزه بعد كده to get electricity لكي تحصل على الكهرباء from the sunlight من ضوء الشمس you would use سوف تستخدم نوع solar panels الألواح الشمسية ولا fans اللي هي المراوح ولا توسترز اللي هي المحمصة ولا لمبس المصابيح solar panels اللي بعده my brother أخويا not a book كتاب from the library من المكتبة because بسبب he needs محتاج it for its his school project المشروع المدرسي بتاعه خلي بالك من حرف الجر from هيجي طبعا معاه كلمة borrow يستعير أو يستلم بس خلي بالك هنا الإجابات اللي موجودة عندك كلمة asked يعني سألة requested طلبة should عرضة remember يتذكر يبقى كلمة request اللي بعده we need محتاجين a guide motion to help us عشان يساعدنا not this beautiful city هذه المدينة الجميلة explore يستكشف organize يرتب paint يلون share يشارك explore يستكشف بعد كده شباب could you please هل من فضلك give me تديني all the not about the trip عن الرحلة details تفاصيل addresses عناوين apartments اللي هي الشقق websites اللي هو موقع على الانترنت details النقطة اللي بعد كده my dad abby asked me طلب مني to not the phone اللي الهاتف كويكلي بسرعة pay ادفع remind يذكر
present يقدم answer يجيب answer. اللي بعده my sister أختي always دائما not the birds بتعمل إيه للطيور reminds تذكر base تدفع feeds the time answer تجيب feeds the time وتغذي. بعد كده the teacher المدرس not the listener الدرس very well جيدا and we all نحن جميعا all understood فهمنا جميعا explain the شرحة followed تتبع achieve تحقق وأنجز remember تذكر يبقى explain. بعد كده our knot is small صغير but ولكن nice لطيف we moved to it انتقلنا إليه in 2010 في 2010 ده مين environment البيئة ولا apartment الشقة ولا control اللي هو لوحة التحكم ولا address عنوان apartment. اللي بعده I saw not the intercom when he arrived عندما وصل فيد أطعمة ريمايند ذكرة بيد دفعة كلمة باز اللي هو الطنان بتاع مين النحل يبقى بازت. بعد كده يشير ينبغي عليك بي نوع and tell people وتخبر الناس true things الأشياء الحقيقية honest تكون أمين dishonest غير أمين والنون غير معروف النون غير معروف والنون معروف النون غير معروف يبقى كلمة honest أمين. بعد كده يا شباب you should ينبغي عليك meet to able people الناس you don't know انت ما تعرفهمش in not place في مكان نوع and don't go alone ولا تذهب بمفردك personal شخصي public عام private خاص dishonest غير امين يبقى public. بعد كده be careful كن حذر if someone لو شخص ما online عبر الانترنت asks you سألك to give them ان انت تديله your not information معلوماتك ايه honest امين official رسمي personal شخصي public عام personal. اللي بعده I gave and اعطيت my note to my best friend افضل صديق لي to visit me لكي يزورني password كلمة السر website موقع على الانترنت date of birth تاريخ الميلاد address عنوان مكان. بعد كده my grandparents اجدادي اللي بيعيشوا نوع because they can't climb the stairs لا يستطيع أنهم يتسلقوا السلم down the stairs في الطبق السفلي up the stairs في الطبق العلوي online عبر الانترنت offline خارج الانترنت يبقى down the stairs. بعد كده شباب معنا صفحة 77 بيقول لك complete the following dialogue كمل هذه المحادثة قلنا عشان نحل المحادثة لازم نقرأ الجملة الافتتاحية اللي موجودة فوق a father الأب asks بيسأل for his son's help مساعدة ايه ابنه فالفادر بيقول hi son can you help me ممكن تساعدني with something شيء ما فأكيد الابن هيقول له sure بالتأكيد يا ابي sure no problem مفيش مشكلة what do you need ماذا تحتاج قال له will you fetch ممكن تحضرني the newspaper الجريدة from the living room من حجرة المعيشة يقول له بالطبع yes of course Yes, of course. Here it is. اتفضل. قال له thank you. سأل سؤال. قال له yes dad. نعم يا أبي. Here is a glass of water. هذا كوب من الماء. يبقى ممكن لو سمحت. يبقى can you also ممكن أيضا get me تجيب لي a glass of water. Please. من فضلك. فيقول له great and can you turn off the TV ممكن تقفل التلفاز وقال بينما you are there انت هناك فالابن اكيد هيقول له sure بالتأكيد dad بالتأكيد يا ابي anything else حاجة تانية فالاب هيسأل سؤال قال له okay Sarah dad wants you to come downstairs can you call ممكن تكلم your sister أختك to come downstairs إن هي تيجي في الطابق السفلي
بعد كده يا شباب معانا صفحة 79. التست على يونت 2 لسن 3 ولسن 4. السؤال الأولاني بيقول لك ريد اقرأ ذا فولونج التالس ثم أجب على هذه الأسئلة. بيقول لك فاميليز العائلات around the world حول العالم دي بيعيشوا in many different ways بطرق مختلفة. In some countries في بعض الدول فاميليز العائلات دي بيعيشوا in big houses في منازل كبيرة with garden فيها حدائق كبيرة. In other places في أماكن أخرى زي اللي بيعيشوا in small apartments في شقق صغيرة. In tall buildings في مباني طويلة. Families العائلات can be big or small ممكن تكون كبيرة أو صغيرة. Some بعضها some have many children عندها كثير من الأطفال. While بينما others الآخرين have one or none عندهم واحد أو ما عندهمش. Many families الكثير من العائلات eat بتاكل meals الوجبات together معا every day كل يوم. زي توك يتكلمون about their day عن يومهم and share ويشاركوا كمان stories القصص مع بعض. In some places في بعض الأماكن grandparents الأجداد اللي بيعيشوا with the family مع العائلة and زي اللي هم الأجداد help look after the children في مساعدة الأطفال. Family tradition تقاليد العيلة are important مهمة جدا. Some families بعض العائلات celebrate بيحتفلوا birthdays أعياد الميلاد with parties بالحفلات. While بينما others الآخرين have special holidays عندهم أجازات خاصة زي celebrate فهم يحتفلون together معا even حتى though من خلال families may live ممكن يعيشوا differently بشكل مختلف they all كلهم love يحبوا and care ويهتموا for each other بعضهم البعض. Family العائلة is important مهمة جدا in every culture في كل ثقافة and brings وكمان إحضار people الناس together معا وسويا. بعد ما قرأنا القطعة أول سؤال بيقول لك What is the main idea؟ ما هي الفكرة الرئيسية of the passage؟ الفكرة الرئيسية للقطعة اللي احنا كنا بنتكلم عليها هي Families العائلات around the world حول العالم. بعد كده Is it good idea؟ الفكرة كويسة that grandparents الأجداد اللي بيعيشوا with the family مع العائلة in the same house في منزل المنزل في منزلهم وهواي أو هواي نوت؟ هنقول له yes. ليه يا شباب؟ لأن الـ grandparents اللي هم they live with them because they can help ممكن يساعدهم look after children look after children انهم يعتنوا مين بالاطفال. بعد كده why are family tradition اللي تقاليد العيلة important مهمة according وفقا للباسج القطعة ليه مهمة؟ because بسبب they أو these traditionals these traditions هذه التقاليد help families تساعد العائلات celebrate إنهم يحتفلوا بمين بالspecial occasions special occasions المناسبات الخاصة together معا وسوي. بعد كده choose the correct answer اختر إجابة صحيحة. Many families الكثير من العائلات not together معا every day كل يوم. Go to the park بيزوروا الحديقة. Eat meals بيأكلوا الوجبات مع بعض. Watch movies بيشاهدوا الأفلام. Go shopping يبقى eat meals. بعد كده the underline word الكلمة تحتها خط كلمة زي refer to كانت تشير إلى grandparents الأجداد families العائلات parties الحفلات apartments الشقق grandparents. بعد كده the word كلمة care اللي هي العناية in the passage في القطعة means معناها like to travel انت تحب ان انت تسافر spend the money تقديم مال show love تظهر الحب work together تعمل سويا يبقى show love. بعد كده معانا السؤال التاني choose the correct answer اختر إجابة صحيحة.
A sofa, الكنبة أو الأريكة, and a chair والكرسي are types of أنواع من transport وسائل المواصلات, furniture الأساس, tools الأدوات, vehicles المركبات, furniture. اللي بعده, students الطلاب must not their school rules قواعد المدرسية, follow يتبعوا, get يحصل على, take يأخذ, do يفعل, follow. اللي بعده, my dad Abby wants to open your and يفتتح new bank, A للبنك, address عنوان, date تاريخ, account حساب, profile ملف شخصي, account. اللي بعده, our not has very a nice view منظر جميل of the park الحديقة, laptop ولا الابارتمنت الشقة ولا هول الصالة ولا موتور بايك الموتوسيكل ابارتمنت الشقة. بعد كده معانا يا شباب صفحة كام؟ 80. بيقول لك my cousins ولاد عمي took boat خدوا قارب to explore لكي يستكشفوا the nearby A المجاور address عنوان information معلومات island جزيرة countryside reef island جزيرة. اللي بعده can you help ممكن تساعد not cleaning في تنظيف after dinner بعد العشاء دي هنستخدم فيها طبعا كلمة help us. بعد كده always دائما be not ان تكون not say ان انت تقول thank you شاكر او شكرا when someone عندما شخص ما helps you يساعدك busy مشغول careless مهمل polite مهذب impolite غير مهذب polite. اللي بعده not you carry تحمل this heavy bag هذه الحقيبة الثقيلة for me please من فضلك do ولا are ولا have ولا can. خلي بالك هنا الفعل في المصدر وطالما الفعل في المصدر فهستخدم هنا كلمة كان لأنها بتدل على اللي الريكوست الطلب. بعد كده will you not mean show how to read كيف أقرأ English dad فكلمة will يا شباب بجوار الفعل فين في المصدر والمصدر من دول كلهم هو teach يعلم ويدرس. بعد كده التالية سينجز بتغني so beautifully بشكل جميل جدا not voice تالية اللي هي شيء فصفة الملكية بتاعتها هتبقى هير. بعد كده معانا السؤال رقم 3 complete the sentence كمل الجمل دي بالشكل الصحيح لما بين الأقواس. علي and ليلى دول اتنين won't be able to مش قادرين على انهم يجوا نقط كار السيارة بتاعتهم is in garage في الجراج. انا قلت لحضراتكم دول اتنين اللي هم ازاي فاكيد صفة الملكية بتاعتها زائر. بعد كده sorry اسف I not help beside you right now فكلمة right now شايفينها يا شباب وهنا كلمة سوري فسوري بتقول اللي جاء هنا الجملة هنا في صيغة النفي يبقى نستخدم كلمة كات. نوت كار از ذات ملك من هذه السيارة يبقى كلمة هوز لأن جاي وراها اسم واللي بتسأل عن مين الملكية هي كلمة هوز ملك من أو لمن. كان يريد ممكن تستطيع أن تقرأ أور نوت إنجلش فكلمة كان جاي وراها هنا ريد الفعل في المصدر وهنا الفعل في المصدر برضه هيبقى رايت رجع لأصلها مين بالإي. معانا الدرس الخامس والدرس السادس من كتاب الجيم معانا أول صفحة صفحة 87. اللي بيشوفنا لأول مرة ما ينساش يفعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصله كل ما هو جديد. بعد كده choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. رولا لايكس بتحب تو شير ان هي تشارك ستوريز القصص مع هير فريندز مع أصدقائها. ركز ان كلمة شير بيجي معها حرف الجر was يبقى شير was. بعد كده we use نحن نستخدم نوعات language اللغة هي with friends مع الأصدقاء careless المهملة impolite غير مهذبة formal الرسمية informal غير رسمية informal. بعد كده لوبنا likes بتحب to not activities اللي هي الأنشطة with her friends مع أصدقائها. لاحظ كده ان الاكتيفيتيز الانشطة بتتفعل وليس بتصنع بتبقى كلمة do. بعد كده I was excited كنت متحمس to not my friend صديقي on his new job في الوظيفة الجديدة بتاعته. تشيت يدردش تيست يعني يختبر ديل يتعامل congratulate يعني يهنئ congratulate. بعد كده I got انا حصلت على not for my birthday في عيد ميلادي present هدية friendship الصداقة website موقع على الانترنت situation موقف present هدية. اللي بعده عمر لايكس بيحب to have انه يكون لدي a new نوع
He likes بيحب working hard العمل الجاد. Nature الطبيعة. Challenge التحدي. Practice الممارسة. كلمة ability القدرة. Challenge التحدي. بعد كده good not helps مثاله build في بناء strong friendship الصداقة الجيدة. Situation المواقف والفورم اللي هو المنتدى website موقع على الانترنت ولا communication التواصل الجيد يبقى communication. اللي بعده traveling السفر gives you بيديك new not بيديك ايه جديد. Tests اختبارات events احداث experiences تجارب وتجارب شخصية. Experiments اللي هو التجارب في المعمل experiences. اللي بعده نقط ماهر there are no mistakes مفيش اي اخطاء in your homework في الواجب بتاعك. Good made صنع جيد. Good done ولا well made ولا well done احسنت. Well done احسنت. بعد كده سلوى فيلت شعرت نقط before her final exam قبل الامتحان النهائي. She couldn't sleep well هي لم تستطع ان تنام جيدا. Meaningful بمعنى understanding تفهم. Amaze مذهل. Worried الآن worried. بعد كده تامر had to كان يجب عليه نقط with a difficult problem المشكلة الصعبة. Contact يتواصل. Chat يدردش. Deal يتعامل. Handle مقبض. خلي بالك من حرف الجر with يا شباب يبقى كلمة هنا ايه كلمة deal with يتعامل مع. بعد كده good not helps beside people الناس understand يفهموا each other بعضهم البعض better أفضل. Art الفن والرسم. Congratulation التهاني وألف مبروك. Invitation دعوة. Communication التواصل. Communication اللي بعده the school المدرسة planned خططت أنواع for the end of the year في نهاية العام. Situation موقف. Communication وسائل التواصل. Celebration احتفال. Friendship بالصداقة. Celebration. بعد كده my not with علي continue استمر for many years لعدة سنوات. Nature الطبيعة. Friendship بالصداقة. Practice الممارسة. Experiences خبرات يبقى friendship. بعد كده شباب معانا صفحة كام 88 بيقول لك not is the art هو الرسم أو الفن or practice أو الممارسة of taking picture لالتقاط الصور with a camera دي البوتري اللي هي الأواني الفخارية ولا الفوتوغرافي اللي هو الصور ولا painting التلوين ولا chatting الدردشة photography. اللي بعده reading القراءة and listening والسماع to music إلى الموسيقى are popular إيه شعبي ومنتشر. I like both of them بحب كل منهم. Hobbies هوايات ولا celebrations احتفالات ولا emojis اللي هو التعبيرات ولا تستس الاختبارات. Hobbies هوايات. My teacher مدرسي needs محتاج to know the students abilities قدرات مين الطلاب before قبل starting and يبدأ the new term اللي هو الترم الجديد. Deal يتعامل مع. Test اختبار أو يختبر. Do يفعل. Make يصنع. Test. بعد كده one of my friends واحد من أصدقائي stopped التوقف عن نقط with me معي. I am worried and I'm جدا about him عنه. Feeling الشعور. Communicating التواصل. Replaying الرد. Understanding الفهم. Communicating. بعد كده my friend صديقي didn't reply لم يرد not my message على رسالتي. في كلمة reply بيجي مع حرف الجر يا شباب to. بعد كده my father أبي is very good at جيد في not difficult situations المواقف الصعبة. Replying يعني يرد handling يتعامل. Sharing يشارك. Feeling يشعر. Handling. بعد كده I don't think لا أعتقد أونلاين أو لا أفكر في الأونلاين friendships الصداقات عبر الإنترنت can be as strong as ممكن تكون قوية as not friendship مثل الصداقات هي informal غير رسمية ولا free حر أو مجاني face to face وجها لوجه easy سهل face to face. بعد كده the problem مشكلة started بدأت because of بسبب celebration الاحتفال misunderstanding عدم الفهم success النجاح journey الرحلة يبقى misunderstanding. اللي بعده
We have لدينا a lot of نقط common. A معروف with each other بعضنا البعض. We have لدينا the same hobbies نفس الهوايات. فكلمة a lot خلي بالك يا شباب كلمة a lot وهنا عندي كلمة common يبقى in common. بعد كده my little brother أخويا الصغير always دائما tells me بيخبرني funny A مضحك jokes نكات abilities قدرات handles يتعامل مع paintings الألواح الزيتية يبقى دي كلمة jokes نكات. اللي بعده their friendship الصداقات بتاعتهم was real حق النقط and نقط زي always دائما help بيساعدوا each other بعضهم البعض in anxious قلق several عديد word الآن meaningful بمعنى meaningful. اللي بعده summer is the season هو الفصل مع traveling للسفر swimming السباحة and having fun والمتعة. فكلمة reason أو season آسف هنا season four من أجل. بعد كده please من فضلك give me اديني أنا time وقت for the meeting للاجتماع specific محدد meaningful بمعنى helpless لا حول له ولا قوة. كلمة reveal specific. بعد كده يا شباب معانا صفحة كام 89 بيقول لك ميدو complete the following dialogue. ميدو is congratulating بيهنئ عمر on his birthday على عيد ميلاده. فبيقول له هاي عمر how are you كيف حالك. هيقول له I am fine thanks أنا بخير والحمد لله. Yesterday بالأمس was a special day كان يوم مميز for me. سأل سؤال قال له because بسبب it was my birthday كان عيد ميلادي. يبقى لماذا كان هذا مميزا. يبقى why was it a special day for you. هيقول له because it was my birthday. قال له واو. قال له حاجة هنا تفيد التعجب قال له thank you شكرا ميدو. لكن بيقول له happy birthday happy birthday عيد ميلاد سعيد عمر. قال له thank you ميدو. سأل سؤال قال له yes I had a great time كان لدي وقت عظيم with my family. لكن بيقول له do you have قال لي بالك هنشطب هنا yes تمام وهنا آسف وهنا بنتكلم عن had في الماضي يبقى الفعل المساعد معانا did أحول الـ I إلى you did you ونرجع للأصلها have did you have a great time. بعد كده قال له did you get any presents هل حصلت على أي هدايا. يقول له yes I did yes I did. بعد كده معنا حضراتكم صفحة كام 91 برضو تيست على يونت 2 لسن 5 لسن 6. أول سؤال زي ما حضراتكم متعودين اللي هو سؤال الدايلوج كومبليت ذا فولونج دايلوج كمل هذه المحادثة قلنا نقرأ الجملة الافتتاحية اللي موجودة كاديز بيرثداي استري عيد ميلاد كادي النهاردة. فماريا بتقول لها هابي بيرثداي كادي هتقول لها نوت يو أكيد هتشكرها ثانك ماريا. How do you not about it? كيف شعرتي؟ طب جبت كلمة شعرت منين؟ بص كده من تحت كلمة feel. I feel very happy. It's a special day. Did you have presents? هل حصلت على أي هدايا؟ On your last birthday في آخر عيد ميلاد لكي؟ قلت لها آه ولا لا لسه مش هنعرف. قلت لها I had a lot of presents. يبقى نعم ولا لا؟ نعم يبقى yes. بعد كده قالت لها سؤال presents الهدايا did you get قلت لها I got a new pack and some chocolates بعض الشوكولاتة. يبقى ماذا يعني يا شباب what. بعد كده how old are you now كم عمرك الآن هتقول لها أي عمر بقى I am 12 مثلا years old today النهاردة عمري كام 12 عام. بعد كده معانا السؤال رقم 2 choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. Number 1 يارا likes بتحب to not with their friends مع أصدقاء online. فخلي بالك من الكلمات اللي موجودة تحت
كلمة تشات تدردش، هاندل تتعامل، تست تختبر، سيلبريت تحتفل، تشات. اللي بعده معظم فريندز، معظم الأصدقاء نقعد سرو من خلال إيميلز. ناو الإيميلات النهاردة تيك تأخذ، ميك يصنع، كوميونيكيت تتواصل، ريبلاي ترد، كلمة كوميونيكيت يتواصل مع. بعد كده طارق لايكس بيحب تو درو انه يرسم بيكتشر صور اوف نعم هيز بيندز، هو بيقضي هيز تايم وقته بتوين ما بين التريز الاشجار. ذا بيرثري ده عيد الميلاد ولا ناتشر الطبيعه ولا انترنت الانترنت ولا سيتويشن موقف ناتشر الطبيعه. بعد كده سيلا انجوز بتستمتع نوت از هوبي كهوايه. شي لايكس بتحب تيكينج بيكتشر ان هي تلتقط صور. سيليبريشن الاحتفال، فريند شيب الصداقه، انفيتيشن دعوه، فوتوغرافي اللي هو التصوير فوتوغرافي. اللي بعده I like بحب to use ان استخدم funny a مضحك in my posts online في البوستات بتاعي عبر الانترنت. emojis اللي هي التعبيرات، challenges التحديات، experiences التجارب الشخصية، forum المنتدى emojis. اللي بعده this not has لديه lots of الكثير من information المعلومات. when you go online عندما تذهب عبر الانترنت use it استخدمه. challenge التحدي، situation الموقف، ويب سايت الموقع الالكتروني، ابيلات القدره ويب سايت. اللي بعده على needs محتاج مور المزيد نقط. to be a good at music لكي يكون جيد في الموسيقى. communication التواصل، practice الممارسه والتدريب، photography اللي هو التصوير، friendship الصداقه، practice. بعد كده معانا صفحة كام 92 بيقول لك that children الأطفال are studying بيدرسوا for not exam. الأطفال دي يا شباب اللي هم زي تمام، فصفة الملكية بتاعتهم هتبقى there. بعد كده not you carry تحمل this box هذا الصندوق for me بالنسبة لي please من فضلك. يبقى ده نستخدم فيه هل دي هل يكلهم بمعنى هل بس will بمعنى سوف. بعد كده these toys هذه الألعاب are his بتاعته. they are the not toys هذه الألعاب بتاعت مين المين الولد، فهو عشان هنا his مفرد تبقى boys هي اللي بقى بصرف اس الملكية. بعد كده معانا complete كمل the sentence كمل الجمل دي بالشكل الصحيح لما بين الأقواس. عندك number one بيقول لك can you not to my birthday party لحفلة عيد ميلادي مازن، فكلمة كان يا شباب بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر، يبقى شيل منها الإضافات ورجع لأصلها بالإي يبقى كم. These are my not cars هذه سيارات مين؟ أصدقائي. فكلمة cars هنا جامع، فكلمة friends جامع، يبقى نحط لها بس فقط أبوستروف. بعد كده my not room حجرة الأطفال is nice، الأطفال هنا جامع بس مفيش في آخره إس، يبقى نحط لها أبوستروف إس الملكية. بعد كده I must study لازم أذاكر for not test لاختباري، خلي بالك يا شباب عند الفعل هنا I فصفة الملكية بتاعته تبقى my. بعد كده معانا السؤال الرابع reorder أعد ترتيب هذه الكلمات. عندنا number one هتبقى whose watch is that، طب number two this jacket belongs to my father. بعد كده why did Ashley stop answering Selma's message. بعد كده حضراتكم معانا صفحة كام 93 معانا السؤال الأولاني listen اسمع and choose the correct answer from A B C or D. حاول تسمع مني كده وتشوف الإجابات اللي انت سمعتها هي الإجابات اللي موجودة قدامك صح ولا غلط. listen it is grandma's birthday party انت سمعت grandma's برافو. it was last week انت سمعت last week. It was at the club. انت سمعت at the club. They had fun. انت سمعت had fun. بعد كده معانا السؤال الثاني complete the following dialogue كمل هذه المحادثة. Harry wants you to go and يذهب إلى البارك الحديقة. فهاري بيقول do you want to do something fun today تحب تعمل
شيء ممتع النهاردة؟ هيقول له yes. سمعت له yes of course. نعم بالطبع. What do you suggest؟ تقترح علي ايه؟ لا اقتراح. قالت له that's a great idea. When should we go to the park؟ يبقى كان بتقترح بيقول ايه؟ انهم يروحوا الى المين البارك. يبقى how about، ده اسلوب من اساليب الاقتراح. How about going to the park؟ بعد كده when should we go to the park؟ متى ينبغي علينا احنا نذهب الى الحديقة؟ يبقى نقول we should، ينبغي علينا go this afternoon، في وقت الظهيرة. بعد كده we could، نستطيع invite، ندعو our friends، أصدقاؤنا to أيضا. فهذه سأل سؤال، قالت له we should، ينبغي علينا invite، ندعو سارة and أحمد. يبقى من ينبغي لنا ندعو؟ يبقى who should we invite. بعد كده where should we meet them، أين نستطيع أن احنا نقابلهم؟ يبقى نقابلهم we should، ينبغي علينا meet them، نقابلهم at the park، في الحديقة. entrance، عند مدخل مين الحديقة. بعد كده معانا السؤال رقم 3، read، اقرأ and complete the text، النص with the words، من خلال الكلمات اللي موجودة في الليست. عندك في الليست زي كلمة proud، كلمة sharing، كلمة my، كلمة meals، كلمة has. بيقول ايه؟ spending time، قضاء الوقت with my loved family، مع عائلتي المحبوبة، is the best part، هو أفضل جزء of my life، لحياتي. we enjoy، نحن نستمتع cooking، بالطهي، طهي ايه؟ meals، الوجبات. playing، اللعب، games and watching، ومشاهدة الموفيز، الأفلام. it's so much fun، إنها متعة جدا. we help، نحن نستطيع أن نساعد each other، بعضنا البعض. I am not to have such، أنا فخور، يبقى proud. to have such a family، لأن عندي مثل هذه العائلة. our home، المنزل بتاعنا، is full of، مليء بالفن، من المتعة. hugs، بالعناق. and not stories، ومشاركة مين القصص، يعني يشارك، كلمة sharing. family time، وقت العائلة، is useful، مفيد جدا. I have a fantastic moment، هنا كلمة moments اللي هي هذه اللحظات الرائعة. with not amazing، with my amazing family. بعد كده شباب معنا صفحة 94، معنا السؤال الرابع، read the following، اقرأ التالي ثم اجب على هذه الأسئلة. هاي سميرة، I hope، أنا أتمنى، you are doing well، أنت أديتي بلاء حسن. I wanted to gather and see if، وأرى لو، you are free، أن أنت حرة أو فاضية، this weekend، في نهاية الأسبوع ده. I thought، أنا أعتقدت، it would be nice، أن ممكن تكون لطيف، to make some plans، أن إحنا ممكن نعمل بعض الخطط together، معا. Would you like to have lunch on Saturday، تحب نتغدى مع بعض يوم الحق، يوم المين سطر يوم السبت. we could try، نستطيع ان احنا نجرب this that new cafe، هذا المطعم الجديد downtown، في وسط المدينة. or out if you prefer، لو انت تحب اي مكان، maybe ربما we could go، نستطيع ان نذهب for a walk، للتمشية. in the park، في الحديقة. on Sunday، يوم الأحد. morning، في صباح يوم الأحد. let me، اسمحيلي، know، أعرف. what works، ما هي الأعمال best for you، اللي هي أفضل لك. or if you have any other ideas، لو عندك أي أفكار أخرى. I am free، أنا فاضية، this week، هذا الأسبوع. so just let me، اسمحيلي، know، أن نعرف. your ideas، أفكارك إيه. looking forward to، أتطلع، to hearing، أن أسمع. from your soon، عنك كل شيء جيد. best mean هاني. بعد كده بعد ما قرأنا القطعة، أول سؤال، what is the main idea، ما هي الفكرة الرئيسية of the passage، للقطعة. المين ايديا، الفكرة الرئيسية، اللي هي هانس، ايميل هاني to make plans، لكي يعمل مين خطط، والسميرة، مع سميرة.
بعد كده name of the two things اذكر شيئين هاني suggest اقترحها for the week لنهاية الأسبوع. اقترح ايه؟ اقترح having lunch يتناول الغداء. ايه تاني اللي هو كمان and going for a walk والذهاب للتمشية. بعد كده what does the underline pronoun كلمة your دي كانت بتعود على مين يا شباب؟ كلمة سميرة. بعد كده choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. The verb كلمة جسر means معناه have a phone call أخذ منك مكالمة تليفون meet up يتقابل كلمة send a message يرسل رسالة share stories meet up نتقابل. هاني can go out يستطيع أنه يخرج this morning هذا الصباح on Sunday يوم الأحد on Saturday يوم السبت تمام any day أي يوم this week any day في أي يوم في هذا الأسبوع. هاني offered عرض لبعض plans خطط كم خطة one ولا two ولا three ولا no ولا أحد يبقى two اثنين. بعد كده شباب choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. He finished هو انتهى he's not early إيه مبكر so he could play يستطيع أنه يلعب outside بالخارج هو بهواية present تهدية ability قدرة school work اللي هو العمل المدرسي school work. بعد كده don't not your personal information معلوماتك الشخصية online get يحصل على share يشارك take يأخذ make يصنع كلمة share يشارك. بعد كده I bought أنا اشتريته a blue shirt قميص أزرق online but ولكن it wasn't not good condition لكنه ليس في حالة جيدة يبقى in. بعد كده علي needs محتاج to focus إنه يركز not his studies في دراسته because he has exam لأنه عنده امتحانات next week الأسبوع القادم يبقى focus on. بعد كده حضراتكم معانا صفحة كام 95 بيقول لك بيقول الناس not their birthdays أعياد ميلادهم every year كل عام celebrate بيحتفلوا sign بيوقعهم فيتش يحضر communicate يتواصلوا يبقى celebrate. بعد كده داليا not some pictures بعض الصور of her لها wedding حفل زفافها on her blog على المدونة بتاعتها كلمة طيب يعني تكتب على الآلة الكاتبة featured أحضرت posted يعني نشرت كلمة paid دفعت كلمة posted. اللي بعده we not skiing التزلج in the mountains في الجبال every winter كل شتاء featured يحضر طيب يكتب go يذهب make يصنع. قلنا كلمة go يا شباب تيجي مع الرياضات اللي أخيرها ing يبقى go skiing. بعد كده my brother أخواتي are very messy فوضويين they found بيجد not shoes الأحذية not in the kitchen في المطبخ بتاعهم. خلي بالك هنا my brother دي هنا جام فصفة الملكية بتاعتهم هتبقى there. بعد كده the shop هذا المحل sales بيبيع good quality بإيه جيد clothes. خلي بالك هنا عندي الاسم الموصوف يبقى عندي هنا children's children جامع بس مش في آخرها s. what a beautiful bird يا له من طائر جميل not colors ألوانه are bright blue لون أزرق فاتح فهنا colors هنا للاسم الموصوف وهنا غير عاقل يبقى it's. بعد كده يا شباب معانا السؤال رقم 6 بيقول لك complete the sentence كمل الجمل دي بالشكل الصحيح لما بين الأقواس will you not me with my homework هنا فكلمة will يا شباب بجوار الفعل فين في المصدر تبقى help. سوزان أو آسف ساوسن is Mr. Noir daughter خلي بالك ده الاسم الموصوف يبقى كمالز. بعد كده my sister أختي is always دائما tired متعبة not job وظيفتها is difficult فكلمة my sister اللي هي she يبقى صفة الملكية بتاعتها تبقى her. بعد كده are those not pins فكلمة you هنا صفة الملكية بتاعتها your.